يا ميزان، في عندك هروب من شيء، شيء انت خايف منه، حاجة متوقع مثلا متوقعها انها تحصل وبتهرب منها، عملت حاجة غلط وخايف حد يأنبك، في حالة هروب، واللي هو لو اتواجهت هتواجه بعنف شوية، فبتفضل الهروب لأنك مش عايز تواجه، لأن لو اتواجهت هتكون مواجهتك عنيفة شوية. أنا بنصحك أو التارو بينصحك، واجه، ما تهربش، بس واجه بدبلوماسية، حاول تحل الأمور بهدوء وبالراحة، وبإذن الله كل شيء هيتحل. زي ما قلنا الميزان وهو معتدل وعنده اتزان في كل حاجة، مشاعره متزنة، والمزاج يعتبر معتدل، ما فيهوش تقلبات كتير، المزاج إن شاء الله معتدل. وكمان الكارد ده بيدل يا ميزان انت لو في علاقه، فالعلاقه كمان متزنه، يعني ما فيهاش اكستريمز، ما فيش مثلا عطاء بزياده، ما فيش او مثلا بعد او اسوأ بزياده، كل شيء متزن. يا ميزان في شخص بيحبك، انا ما اعرفش يعني، كل واحد على حسب حالته، شريكك اللي معاك بيحبك جدا وعايز يقدم لك، عايز يقدم لك حاجات كتير، يعني نفسه يقدم لك كمان اكتر من اللي هو بيقدمه لك. اللي لسه مش في علاقه، فدي علاقه جديده، في شخص هيقرب منك هيعرض عليك عرض، يعني هيقدم لك شيء. في كلتا الحالات حاجه حلوه جدا جدا جدا. الحاله الماديه يا ميزان فيها تحسن ان شاء الله، تحسن كويس قوي، ده 10 of pentacles. العيلة كلها هتكون ملمومة حواليك وبتهنيك على الخير الحمد لله اللي جالك ده، والتطور المادي اللي انت فيه ده، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. الايام دي انت صاحب سلطة وقرار يا ميزان، مسيطر على الوضع، بتاخد قرارات شديدة، قرارات مهمة وقرارات مصيرية. ننتبه للموضوع ده، لو قرار مصيري نخلي بالنا، لان في حد برضو جنبك هنا يمكن بينصحك نصايح مش دقيقة، مش كويسة للوضع اللي انت فيه دلوقتي. خلي بالك من النصايح اللي بتتقالك، ركز فيها ودورها تاني في دماغك قبل ما تقوم بأي خطوة، بالذات انك انت دلوقتي بتاخد قرارات مصيرية زي ما احنا بنقول. في خوف، ما فيش شك، في حاجة مخوفاك، في حاجة قلقاك، النوم عندك مضطرب شوية، قلقان، في قلق. في هنا كمان، بسم الله ما شاء الله يا جماعة، احنا وصلنا 3K، انا مش مصدقة ازاي وشكو حلو عليا كده، ايه الجمال ده، 3K، الحمد لله يا رب. الكارت ده بينم عن الخير، في خير جاي لك، جاي في اتجاهك انت، وجاي لك بسرعه شديده. الخير ده يا ميزان ممكن تكون عملته في حد ودلوقتي بيرجع لك، الخير ده ممكن يكون حاجه انت كنت منتظرها من فتره، عملت مجهود جامد فيها، بذلت فيها مجهود شديد وما اخدتش المردود بتاعها في وقتها، دلوقتي هتاخده ان شاء الله، جاي لك المردود ده قريب جدا. المطلوب منك ذا هاي بريستس بتقول لك لازم تقرب من ربنا الفترة دي، تتعبد كتير وتتكلم مع ربنا. في أسرار كمان عندك يا ميزان، واضح ان في أسرار، خلي بالك لا تتفشي في كمان. الكارت ده بيدل على ان السر بيتفضح، اما انت هتعرف سر عن حد قريب منك او سر ليك انت هيتعرف. خلي بالنا الموضوع ده مهم جدا. ذا ماجيشن، الساحر. الساحر ده نهايه وبدايه، يعني في شيء بينتهي، مرحله تنتهي وبتلحق بيها مرحله جديده على طول. المرحله دي انت اكثر خبره فيها. الساحر ده معاه ادوات كتير جدا زي ما بنقول، معاه العصا ومعاه الكوبايه والكوين، معاه كل الاربع ادوات المهمين في حياتنا، ففرصك كتير يا ميزان هتعرف تستغلها كويس.
لان عندك الذكاء وعندك الادوات انك انت ازاي تعرف تستغل الفرص دي لمصلحتك انت. وده افتكر ده اللي هيسبب التطور في الحاله الماديه دي. نركز ونصحصح ونشوف الفرص ما نعديهاش ونعرف نستغلها كويس. نلخص القراءه. محبوب من حبيبك يا برج الميزان، حبيبك بيحبك بجد حقيقي ونفسه يديلك حاجات كتير جدا. الناس اللي مش مرتبطين في علاقه، في شخص هيتقدم وهيتكلم وهيبوح بالحب بتاعه. في هروب من حاجه يا ميزان، لو بتهرب من حاجه بليز واجهها، وواجهها بصوره بطريقه منطقيه وبهدوء من غير عنف. حتى لو كنت غلطان مفيش مشكله، بلاش اسلوب قلب الترابيزه اللي هو علشان يعني خدوهم بالصوت ده، لا. لو غلطان اعترف بغلطك واللي قدامك اكيد هيغفر وهيعدي الموضوع عادي جدا. حزمة القرارات اللي بتتاخد دي نخلي بالنا، اللي بينصحنا جنبنا ده شايفين هذا الكائن ده بينصح نصايح مش كويسه. ما بنقولش ننحيه، لا خليه موجود، بس اي حاجه اقولها لك عيد التفكير والنظر فيها. ادي القرايه الاولى، الحمد لله حلوه جدا يا ميزان ما شاء الله. مش باين عندي سفر، مش باين عندي اي حاجه من الحاجات دي. بشكرك يا هاله، انما اللي يهمني الحاله الماديه الحمد لله انها متطوره، وزي ما قلنا ما ننساش نقرب من ربنا اكتر الفتره دي. حتى على سبيل الشكر على الحاله الماديه اللي بتتطور دي، الحمد لله ربنا يزيدكم ان شاء الله. وشه حلو على الناس، والله فعلا يا نونا وشه احلى مره، اعلى ارقام شفتها في حياتي، يعني مش عارفه اقول لكم ايه. ميزان انا بموت فيكم، انا كل يوم هقول ميزان كل يوم. ياسر، if you don't speak Arabic I'm afraid you won't be able to understand this live, but you're most welcome here. بس your name looks Arab يعني اكيد you understand. يا ديمو هلو حبيبي. لا لا ده النهارده لازم هنقول قرايتين مجانيه مش واحده، اتنين. اوكي، والاسامي اللي هيختاروهم ولاء واحمد هم اللي هيبعتوا لي الاسامي. يا روشا اي لاف يو مور حياتي، تسلمي لي انت. اوكي تمام. هقول الحوت طبعا يا محمد، الحوت هيتقال ان شاء الله قريب جدا جدا. الناس اللي انضموا لينا جداد للصفحه منوريني، اهلا اهلا بيكم. بليز اعملوا فولو وشير، قصدي فولو ولايك للصفحه علشان ما يفوتكوش الفيديو اللي جاي. الحوت هيتقال اني تايم ناو، يعني ممكن خلال الاسبوع اللي جاي ده. بليز علشان ما يفوتكوش الفيديو اعملوا فولو للصفحه. انت زي كده والله كنت بتقولي الحمد لله يا رمز، الحمد لله كويس جدا. يعني بيحبوا فعلا. منا ارتاحي يا منا، ريحي شويه. ريحي يا منا شويه، ما هو يعني احنا ما اختلفناش على كده، ما هو بيحب فعلا. هنهزر، دي جميله قوي لذيذه شكلها. يا رب يخليكي يا سهام، تسلمي لي حبيبتي. يا فعلا عشان غلط ركبه. ايوه يواجه ويبطل هروب. طيب تعالوا نشوف الحاله العاطفيه بقى للميزان اخبارها ايه. لا 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 انا مش مصدقه احنا قربنا على 4K، انا مش مصدقه. لا 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 انا عايزه اوصل 4K، ماليش دعوه انا عايزه اوصل 4K. يلا شير 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 كمان، بس مش كتير قوي عشان ما حدش يحصل له بان بليز والنبي. لا خلاص خلينا كده الحمد لله حلو قوي. طيب الحالة العاطفية المرحلة الأولى من برج الميزان، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعي انتي بالذات، ها تعالوا بقى نشوف الموضوع. اوكي الميزان عايز ايه؟ الميزان متكتف يا جماعة، بصوا عامل ازاي، متكتف مش عارف ياخد حركة ولا خطوة. ليه بقى؟
خايف السما مغيمة، مش شايف قدامه، هو مش شايف قدامه الخطوة اللي جاية دي هل هتبقى صح، هل هتكون غلط، فهو قرر ان هو يقعد مكانه ما ياخدش اي خطوة. قال لك مش هتحرك، بس هو متضايق من الوضع اللي هو فيه ده، نفسه الحالة دي يخرج منها. 4K الله اكبر، واللهم صل على كامل النور. انا مش مصدقه نفسي يا جماعه. لا احنا لازم نحتفل، لازم نحتفل بجد. شكرا بجد، شكرا، بحبكم قوي بجد. هنا بقى في مشاكل بالهبل بالهبل، عنده مشاكل حتى مش قادر يشيلها، مش قادر يرفعها حتى من على الارض، فوق حتى مستوى تحمله، فوق ما هو يتحمل. نفسه برضو في مساعدة، عايز مساعدة من الشريك. واخد بالك؟ Queen of Wands ده الميزان شايف شريكه كده. Queen of Wands دي هو مش ضروري تكون دي، ممكن يكون ده. Queen of Wands ده شخص قوي، شخص عاقل، شخص بيتحمل مسؤولية، شخص جدع، بيشوفه شخص جدع من الآخر. وعنده عطاء. بصوا ماسك وردة، يعني عنده الاثنين، ماسك عنده الحاجتين، عنده الحنان والحب وعنده القوة، الاثنين مع بعض. ففيش احلى من كده. شايفك بصورة حلوة جدا يا ميزان، قصدي انت يا ميزان شايف شريكك بالصورة دي. الطاقة ما بين الميزان وشريكه هدف، في هدف هو انتوا بتسعوا ليه، انتوا الاثنين، وعايز ومش هترتاحوا غير لما توصلوا له. الناس دي لو هم متجوزين فالهدف ممكن يكون انتوا اعلن بيه، المهم ان انتوا الاثنين على نفس الصفحه، انت وشريكك يا ميزان على نفس الصفحه، هدفكم واحد. شريكك بقى يا ميزان حاسس بخساره، حاسس ب تقل على كتافه، وحاسس ان هو مهزوم وخسر، خسر شيء كبير جدا. نفسه في حاله ماديه احسن، ممكن يكون دي حاجه كمان من الحاجات اللي مأثره عليه، انه نفسه حالته الماديه تكون احسن. وشايفك ازاي؟ شايفك اساس قوي جدا، اساس ممتاز، بس محتاج شغل، في حاجات موقفة الموضوع، في حاجات لازم تشتغلوا عليها انتوا الاثنين مع بعض. في شيء هيحصل الفترة دي، دي حالة انتصار. العلاقة دي هيحصل فيها حاجة، يعني مش عارفة اقول، هي فرحة عامة، هي فرحة. لو كان في فراق الفترة دي وانتوا بعاد، بما ان انا شايفة انه هنا ده متكتف مش عارف يتحرك وده حاسس بخساره، فانا حاسه انه ممكن يكون حصل فراق، او مش شرط فراق بمعنى فراق اللي هو انفصال او طلاق او ان انتوا تسيبوا البيت، حتى فراق ان انتوا بعاد عن بعض في بيت واحد ومع ذلك منفصلين. يعني في حاجه كويسه هتحصل للعلاقه دي، هتحتفلوا بحاجه، في رجوع، في شويه حيره. طبعا المرحله اللي بعدها زي ما تقولوا انتوا في عمليه تحول، يعني انتوا كنتوا في حاجة، كنتوا في مرحلة، كنتوا بعاد او كنتوا ما كنتوش مع بعض وابتديتوا ترجعوا، ففي شوية حيرة، مش عارفين تتعاملوا مع بعض بالطريقة المظبوطة. لكن برضو هتقدموا لبعض حاجات، يعني انت هتقدم له حاجات يا ميزان، وشريكك هيقدم لك حاجات في المقابل، وهيبقى فيه جو ألفة كده، والموضوع هيبقى كويس جدا ان شاء الله. اللي يهمني في الطاقة انكم انتوا الاثنين رايحين لنفس الهدف، دي اكتر حاجات تهمني. زعل، حاسس بخسارة، شريكك خايف ياخد اي خطوة، الميزان يعني مش عايز ياخد اي خطوة وثابت مكانه، مشاكل كتير، عايزين فلوس، الحالة المادية، عايزين تتطور، كل دي مشاكل. طول ما الهدف واحد كل ده يتحل ان شاء الله، كل ده يتحل. طبعا شايفين بعض بصورة حلوة جدا، العلاقة كويسة بإذن الله، وهيحصل فيها تغير الفترة اللي جاية، ما تفقدوش الأمل يا جماعة. طيب قراية برضو حلوة، 4.4. لا 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 لا، الله أكبر الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. فعلا بشكرك يا رانيا.
يعني ايه البرج اتقرا كام مره؟ البرج بيتقال مره واحده في الشهر يا ام محمد، مره واحده بس. طيب مش مشكله يا نهله خالص، مش شرط على فكره القراءه تنطبق عليكي بالظبط. بالظبط الحمد لله. اوكي ثانك يو سو ماتش يا خالد. يا سوريا انت اللي اموره وبشكرك يا روحي جدا، هقرا لك العذراء قريب جدا ان شاء الله. انا الصراحه النهارده كنت بين ان انا اقول العذراء او الميزان، بس لقيت ان الميزان كان يعني اتقرا قبليه. صحيح 100%. بشكرك جدا يا حياه. رانسي ازيك؟ لا 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 انا زعلانه منك، انت بقالك كتير ما بتجيش. اوكي 4.5K ميزان، ميزان وشه حلو الصراحه. سبحان الله كلمت مظبوط. بشكرك يا انغام جدا. حاضر يا علا، احنا دلوقتي قلنا المرحله الاولى اللي هي من 22 سبتمبر ل 31. ايوه بقى ان شاء الله يا منى، ربنا يبعت لك الخير يا روحي. يا كامي اهلا اهلا. التور اتقرا يا رانسي، مش بقول لك غايبه بقالك فتره ما بتجيش، قريته اول امبارح على فكره. بصي يا رشيدة، ده قراءة البرج بشكل عام اللي انت بتتكلمي عنه، انا اكلمك انت شخصيا دي قراءة خاصة. You're talking about love. Yes يا ياسر، دي this was the relationship reading. بإذن الله يا نور الإيمان، بإذن الله كل حاجة هتبقى حلوة جدا. أو النبي يا أخويا، لا إن شاء الله فقط، إن شاء الله تفرحوا كلكم. كلامك مظبوط جدا يا نيرو، ميرسي يا سمر جدا، بشكرك على الفيدباك ده حبيبتي. السرطان قصدك السرطان؟ السرطان برضو قلناه، مش قلنا السرطان؟ مش قلنا السرطان يا أحمد؟ وعليكم السلام يا محمود أهلا بيك. نشوف شوافة دلة تكون جت عندنا من عندها إيه؟ متخرجش، مش فاهمة يا رحيم، أنا مش فاهمة أنت بتقول إيه. اوكي طب تعالي تعالي يا رشيده، تعالي يا روحي، تعالي تعالي باي. اوكي اقسم بالله صح، ميرسي يا سحر جدا. دلوقتي هنقول المجموعه الثانيه برج الميزان ان شاء الله يا ممس. المجموعه الثانيه من 1 لحد 10 اكتوبر الميزان. طبعا كل مواليد الميزان في المرحله الثانيه كل سنه طيبين. Happiest birthday. قراءة صح مليون في المية. ميرسي يا منى. العفو يا إيمان. ميرسي حبايبي قوي، ربنا يخليكوا ليا. يلا بينا. قراءة المجموعة الثانية برج الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بص يا ميزان، لو انت دلوقتي بتمر بمشاكل وعندك حاسس بهزيمة او حاسس بحالة ضعف ووهن كده، يعني hold yourself كده، gather yourself، في طاقة انتصار جاية لك. safe ace of swords. هتحس بقوة شديدة جدا، يعني حتى لو انت مكسبتش المعركة مش هتحس بانهزام ومش هتحس بضعف، ده الا اذا كنت يعني هتكسب المعركه بالفعل. انت شخص قوي، ما بتتكسرش، ما بتتهزمش، وما بتتنسيش. في معافاه كمان من شيء كان تعبك يا ميزان. يمكن تكون كنت تعبان جسديا او تعبان نفسيا، كنت في حاله بعد الشر رائد او نايم، او يعني حتى ممكن تكون حاله نفسيه وحشه لدرجه صعبه جدا. judgment، في معافاة من الحالة اللي انت فيها دي، هتقوم وهتصح وهتفوق وتصحصح كده. الكارت ده كمان ليه معنى تاني، انه انت هتطلق حكم نهائي على شيء. خلاص حاجة كانت متعلقة بقالها فترة طويلة ونايمة برضو، فانت هتاخد قرار نهائي. خلاص judgment، الحكم النهائي. الحكم النهائي ده
هيحصل بعديه احتفال، الله اعلم. دي مش علاقه ثلاثيه، انا مش شايفاها علاقه ثلاثيه خالص. نهدى للي شافوا الكارت ده وحفظوه، دي مش علاقه ثلاثيه، ده احتفال بشيء. في حيره من خطوه معينه، بس افتكر دي برضو قبل الاحتفال، هتبقى محتار شويه يا ميزان، اعمل الخطوه دي ولا ما اعملهاش، لان عملت بص طب يا ترى هيحصل ده ولا ده ولا ده، خايف من توابع القرار اللي انت هتاخده. ما تخافش، جمع بس معلومات على قد ما تقدر، وان شاء الله في احتفال. برضو الحاله الماديه كويسه جدا، بسم الله ما شاء الله، فيه تحسن كويس جدا وحاله من الاستقرار، مفيش بقى مطبات، مفيش يعني اللي هو مره يوم معاك يوم معاكش الكلام ده، لا ان شاء الله باذن الله دايما هتكون حالتك الماديه مستقره وكويسه. Strength القوة، كارت القوة ده بالنسبة لي ليه معنيين، يا اما انت بتتعامل مع شخص قوي جدا، ممكن يكون مدير عمل، ممكن يكون اب او ام، شخصيات من الشخصيات القوية، او حتى يعني ايا كان زوج او حد، الشخص ده قوي جدا، شخصيته قوية. عشان تسيطر على الشخص ده محتاج تسيطر عليه بعقلك مش بالقوة خالص، زي ما انتوا شايفين ده اسد، ده اقوى شيء، فانت مش هتعلي عليه، اللي هتعمله انت هتحاول تروده وتسيطر عليه بس بعقلك. ازاي؟ بالراحة، بالطبطبة، بالكلمة الكويسة، يعني تعرف تكسبه بالطريقة دي.